هنعمل شويه كابوريا جراتان دلوقتي مع بعض. المقادير على الشاشه عباره عن كابوريا تقريبا، معانا كيلو ونص من الكابوريا، محتاجين كميه شويه معلش علشان هنخلي الكابوريا دي وناخد اللحم بتاعها وبعد كده نقطعه وندخل عليه بقى الوايت صوص والمستارده والكريمه اللباني والتومه والزعتر والجو الحلو اللي احنا عارفينه بتاع الكابوريا. الكابوريا على الشاشه، الصوره الحلوه تتحدث دايما عن نفسها على شاشه القناه الاولى. كابوريا، هناخد الكابوريا اللي معانا دي كده نسقطها في قلب الميه. الميه دي بيبقى فيها عصير ليمون، شويه ملح، فص توم، شويه كمون حلوين كده. الكابوريا تنزل في قلب الميه كده اهي يا شباب هنا، حلو اه زي الفل. نسلق الكابوريا في البهارات زي ما قلت لحضراتكم، حله بتغلى على النار اهي عشان المكرونه هتتسلق مكان سلق الكابوريا. المكرونه هتتسلق مكان سلق الكابوريا، هي الفكره كلها ان انا باخد الكابوريا سلقه وبعد كده بشيل الكفر ده عايزه، باخد اللحم اللي جواه اه بالشكل ده كده اه واغطيها. بس خلونا، انا دخلت الكابوريا كلها في النار، هشرح للساده المشاهدين كده معلش، معايا حبيت كابوريا حلوه عشان اتكلم على حاجه مهمه. كابوريا معايا، بشيل الكفر ده كده من هنا وبشوف البطروخ اللي جوه حبايه الكابوريا، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب مرزق يا مغازي. البطروخ الاحمر اللي جوه حبايه الكابوريا، الكابوريا بعد ما تتسلق اللحم اللي جوه حبايه الكابوريا ده بيتجمد. يعني ايه بيتجمد؟ يعني بيستوي، بياخد الشكل بتاعه. الله على الصوره الحلوه. بناخد لحم الكابوريا ده نفصصه ونخليه على جنب ونبدا نعمل الخلطه بتاعته، وباخد الكفر ده كده السليم ده كده بعد ما بيتسلق طبعا لونه بيتغير، هنشوف الكلام ده ان شاء الله. بنبدا نحط الحشوه بتاعه الكابوريا بعد ما تاخد الفليفر والطعم في قلب الكفر ده كده، ونحط على وشها شويه جبنه موزاريلا مع شويه زعتر وتخش الفرن. نقوم نقدمه لاولادنا على السفره، ناكله كده بالمعلقه زي الايس كريم، حاجه لطيفه لا يعمل لنا مشاكل مع السنان، كبار السن، عندك حماتك، عندك الاسره، والدك والدتك حابين ياكلوا الكابوريا، هناكلها لهم بطريقه جديده. استاذن الفريق العمل، نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هنرجع نشوف نقدم الجمبري المشوي بتاعنا ازاي، الكابوريا هنخليها ازاي ونقدمها للاطفال الحلوين وكبار السن ازاي اللي هم تاج راسنا في البيت، وهنعمل طبق شوربه جامد جدا، شوربه القشريات اللي هو الجندوفل الاسكندراني، هنعمله بالكريمه والكرفس مع طبق اسباجيتي جامد جدا بزيت الزيتون والثوم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. الميه بتاعت سلق الكابوريا هسلق فيها المكرونه اللي هقدمها النهارده، وهعمل منها الشوربه اللي انا هعملها دلوقتي مع حضراتكم كده واحده واحده، عشان هنا في فكر طهوي ومدرسه مختلفه شويه. اهم حاجه لما تيجي تسلق الكابوريا اللي انا سلقتها دلوقتي، لازم الكابوريا تكون نظيفه ونغسلها بميه ساقعه عشان استفيد بالفسفور واليود بتاع سلق الكابوريا. اه هنا في كرفس، في تومه، في شويه بهارات حلوين، استفيد من الميه دي او الشوربه دي. اه ابدا اسقط هنا المكرونه وابدا ان انا اتعامل معاها في الشوربه وطبق المكرونه اللي انا هعمله دلوقتي حالا مع حضراتكم. انا هاخد الكابوريا اللي سلقناها نفضها هنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اهو واخليها هنا علشان ابدا ان انا اخليها. حلو. مهم جدا وانت في المطبخ بتاعك بتكون حاطه في الاعتبار شويه تجهيز تحضير، يعني ميه بتغلي على النار، الحاجات دي مهمه جدا على فكره، وفي نفس الوقت هتسعفك مش هتخليك تقف في المطبخ كتير. فخلونا نعمل ازاي طبق شوربه سريعا مع بعض. حل على النار، بنسقط المكرونه تتسلق اللي انا هعملها سباكيتي. استاذن فريق العمل، مقادير المكرونه الاسباكيتي بتاعتنا بالشكل ده كده، هنعملها ازاي؟ بالزبده وزيت الزيتون. آه. الشوربه اخبارها ايه؟ طاسه على النار، بنحط شويه زيت زيتون، فص توم حلو محترم. ده شوربه الجندوفل يا نعم. مقادير الاسباجيتي
كيكه ايه يا فندم؟ اه حاضر، موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا. الله، ايه الشغل الجامد ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فريق العمل بتاعي مقادير الكيكه الاسفنجيه موجوده على السوشيال ميديا، تقدري تصوريها بالتليفون او تكتبيها. حلو، ناخد الكابوريا نخليها كده. معانا عشان تعمليها بتجيبي طبعا بياض 5 بيضات بتخلطيهم لوحديهم، وبناخد الصفار بنخلط عليه طبعا 1/4 كوب من الزيت. شايفين الكفر ده كده اهو، هخليه على جنب كده اه، وانا شغال واحده واحده اه عشان نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. ده الكفر، ناخد لحم الكابوريا ده كده نسقطه كده اه، هو بينزل لوحده سبحان الله. واخلي القشر كده ونفس القصه اهو، اهو لحم الكابوريا اهو، اهو لحم الكابوريا نفس القصه هنا. ادي الكابوريا تنزل اهي، طبعا انا معايا شويه كابوريا في النار، واخد الكفر ده كده بالشكل ده كده اهو، ده لحم الكابوريا بينزل معايا. طب القشر ده اخباره يا شيف؟ الكابوريا ده والله انا شخصيا من الناس اللي تحب تقزقز الكابوريا وهي قاعده بتتسلى كده على السفره، حلو الكلام. وباخد رجول الكابوريا دي يا عم الشيف ازين بيها طبق المكرونه اللي هعمله دلوقتي، زي اخواننا الطلاينه كده، تلاقي طبق المكرونه قد كده على السفره وجواه رجول الكابوريا، بيدي برزنتيشن عالي قوي طبعا للطبق الاسباجيتي او الباستا يعني اه. هرب من الكابوريا، عشان كده بقول لحضراتكم لو هتعملوا الطبق ده كده بتجيبي طبعا شويه كابوريا كتير عشان تاخدي اللحم بتاعهم كده اهو. خدنا دول بننزل بهم كده في قلب الطاسه بتاعتنا، حلو قوي. بننزل عليهم بشويه كريمه لباني وشويه زعتر، معانا روزماري كمان بينزل عليهم اهوت، حلو. البهارات دي مطلوبه، بطعم بقى الكابوريا اهو، شويه زعتر حلوين واسيبها على النار، حلو قوي. سنه بابريكا ونقلبها كده واسيبها تاخد غلوه بالشكل ده كده، عشان هبدا دلوقتي احشيها جوه الكفر بتاع الكابوريا. استاذن فريق العمل فرسان التلفزيون المصري، اخواتي وحبايبي، الاخراج الجميل، خدت الكفر بتاع الكابوريا في الفاصل عشان نعرف المصداقيه، بنشيل منه اللحم زي ما شفنا مع بعض، وبحتفظ بالكفر ده كده. الكفر معايا نضيفه الحمد لله، اللي هو الكفر الكابوريا من فوق بياخد الشكل الفوسفوري اللي حضراتكم شايفينه. شفنا شويه مكرونه سباكيتا انا سلقتهم من شويه اللي هي كانت بتتسلق في الشوربه بتاعه الكابوريا، وحطيتها في الصينيه بتاعتي او البايركس بتاعي او طبق التقديم، وخدت كل الكفرات بالشكل ده كده وارجعها تاني للمكرونه، حلو الكلام. وعندي شويه لحم كابوريا هنا انا مش منزله للامانه كله، فممكن ازين كمان طبق الجمبري اللي انا سلقه ده كده، رجول الكابوريا تتقزقز مع الجمبري. الحاجات اللي بقولها دي لازم انت حضرتك تعملها في المطبخ وانا شغال كده. رجول الكابوريا فيها لحم من جوه، فبحطها جنب الجمبري كده علشان نهدي اللعب شويه على الجمبري، نقوم نضيع ايه وقت كله يقزقز كابوريا، حلو الكلام. الرجول كلها هي زي الفل، ونشيل ده من هنا مش عايزه، حلو قوي. ايه الخلطه اخبارها ايه؟ هو ده اه، نجيب معلقه، شايفين الجو ده كده اه، شويه اللحم دول بقى، هو ده البهريز، ده البهريز يا عم الشيف، بهريز الكابوريا. ننزل بشويه كريمه لباني تاني وكعب زبده يدي فليفر حلو قوي بالشكل ده كده، واقلب الخليط ده كده. 3 بيضات بنخفقهم كويس مع معلقه فانيليا، الله، يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب اه. دي طريقه تانية الاطفال هيحبوها اه. عينيا 3 بيضات بنحط عليهم 1/4 كوب من الزيت، 1 كوب من الحليب، 1 كوب من السكر، فانيليا، ذره ملح صغيره، معلقه خل صغيره عشان تبقى الكيكه طريه وهشه. كل دول بنقلبهم مع بعض، بنجيب 2 كوباية من الدقيق بنحط عليهم معلقه من البيكنج باودر، بنخلط المواد السائله مع المواد الجافه. عايزاها بالشوكولاته هتجيبي 2 معلقة كاكاو وتحطيهم بمصفى كده على وش الكيكه وتقلبيها
عايزاها بالبرتقال بتحط عليها بشرة برتقال وهكذا. أنا عايز الأطفال ياكلوا الكابوريا النهارده من إيدي. بحط شوية جبنة موزاريلا على الخليط ده كده ونقلب كده. دي المدرسة أهو. يبدأ الجبنة الموزاريلا تلم الكابوريا أهو زي الآيس كريم. بيعمل إيه يا عم الشيف؟ أنا بعمل شوية وايت صوص كده وأنا شغال. حلو. وهيتحط دلوقتي على وش الكابوريا اللي أنا شغال فيها دي. نقلب دول كده. حلو. اللهم صل على النبي. ونقلبهم كده. معايا درجة حرارة الفرن عندي 180. باخد البهريز ده كده أهو. ده اللي هيتحط دلوقتي على وش المكرونة. الجو ده كده مطلوب. عشان المكرونة دي مع الكابوريا هتخش الفرن. صينية كابوريا جلاتان مع الاسباجيتي. الطبق ده مدفوع فيه كتير قوي. مدفوع فيه ماديا طبعا شوية معلش عشان كمية الكابوريا، وكمان الخبرة الطهوية مطلوبة والإبداع مطلوب. كل ده مع بعضه. درجة حرارة الفرن عندي 180. بحط الجبنة الموزاريلا على الوش. لا حاجة مش بيتزا يعني، نقول ايه، طبق الكابوريا الجراتان مع الاسباجيتي. بيسألوني ممكن نكون تحت الكابوريا دي رز؟ لا، يفضل طبعا الاسباجيتي اللي انا عملتها دلوقتي. ما ننساش نحط عليها شوية زعتر. الطبق ده بعد ما نخلص ناخده ونجري. في شوية الكابوريا خليناهم في المكرونة الاسباجيتي، واخدة لحم الكابوريا واخدة الكريمة اللباني والفليفر من الزبدة زي الفل. وبندخل دي في الفرن يا عم الشيف في درجة حرارة 180. اتصالات انا معاكم. نعمين. الطبق اهو اهو. هندخل ده الفرن. اللهم صل على النبي. هيخش كده. تعالوا نشرح احنا عملنا ايه هنا، عشان معلش النهارده يعني ايه الوقت بتاعنا سرقنا شويه عشان في شغل كتير. الكابوريا دي لازم تتخلي كويس ولازم تتسلق كويس. نطلع على في الفرن ولا نخليها يا استاذ رحاب؟ ايه رايك؟ كله ده حاضر عينيا، مش ممكن يتنسي ده. الصينيه بتاعتنا الجميله الحلوه اللهم صل على النبي. هي بتتحدث عن نفسها. الجبنه بتتحمر اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده فيها رؤيه فيها رؤيه، فيها ابداع فيها ابداع، فيها تكلفه ماليه فيها تكلفه ماليه، ولكن برؤيه ابداع مختلفه انك تعملي اكله سمك تعجب وترضي كل افراد الاسره حسب اعمارهم. We'll be right back.